ها وعلو سنين حليب ثنا باش يقولوش راه شارب ها وسنين حليب. اشكون اللي عنده مليون و400؟ اشكون عنده مليون و400؟ والله بعته مليون و400 تي سايب ضربتني الشمس خليني نبيع ونروح. هذه اللي عطينا فيها الحكم، هذه مقدي بقيد فيها طرناطين و400 شوف اش يعطوني، هم يعطوني 700 كيلو. هذه نتاع تقول له 100 نعجه هذه 700 كيلو والفاتوره عندهم مقيد الساعي قديش موجود. هم الفاتوره الاخرى شوف الاخرى تلقاها نتاع المعمل. اي فما 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 عباد تاخذ هكا على اساس اللي هي ما يعطونيش ما يعطونيش الكميه الحاجات يبيع فما سرقه ما يعطونيش مقيد مقيد طرناطه و400 يعطوني 14 شكاره 700 كيلو 700 كيلو اش تعمل في 100 شيء كي نعطيه علاش وقت نقولوا فما سرقه تقولوا كيفاه فما سرقه ايليش فما سرقه فما سرقه من نمشي ناخذ العلفة من القلعة والله الفاتورة عندي لكن نبعثك الدولة قداش تعطي الدولة قداش تعطي؟ تعال 100 ناس قداش تعطي؟ تعطيك 500 كيلو قداش يعلفوا؟ أربع أيام خمس أيام أنا أربع أيام يا ودي يومين تاكل في 100 كيلو يومين 500 خمس أيام إي ويني علاش؟ إي كي نعلفها سبع أيام بعد باش نعلفها؟ ماكش بلاش الدولة تعطي فيها الشيء تعطي فيه بالفلوس ولا نطلع نوريك الساعة يصوروا ثاني كان تحب مش نكذب عليك نطلع نوريك الساعة يصور العلفة المدعمة ويني؟ العلفة المدعم الشيء المدعم الدولة خايفة منه السلطة بصفة عامة خايفة منهم أصلا ريت الجمعية ذي السلطة بتاع الريان الكل خايفة منه خايفة منها واحد من الشفرين واحد انا من المعتمد قدامي المعتمد خايف منه يعني انت الجمعيات هذوما التعاونيات الجمعية الجمعية نحيا علينا نحيا علينا يبيع الحاكم طول خربت البلاد شريت في تونس خربت البلاد عملونا نقطه في ريان ونمشوا ناخذ ويجي يحسب قداش عندنا غلم واعطينا على كل لكن كيف كيف تو واحد يعمل لك رخصه نتاع فلاح وغدوه الحي لا اجى صور الغلم من الحاكم علاش يبيع فيها علاش يعطي فيها للشركات توني قاصب 200000 500 اسمعوني خلينا نسكت 500 فلاح في 200000 الشعير اللي يجيبوا فيه بفلوسنا احنا ما يعطينيش الكميه اللي لازم شارك طلبت للشريك القاصب بالزيادة يا ودي ما نعطينيش يا ودي في كل يوم في المعتمدية ولينا ساكنين في المعتمدية ما ثمش شيء ما ثمش حتى جواب هذاك هو يقول لك موجود هذاك بصفة عامة في ولاية الريان خايف من الجمعية كيف المندوب يجيو نتاع الفلاحة كلهم خايفين منه عامل حسابك 500 فلاح في 200 دينار بقداش يدعوا كاميون الشعيري اللي يجي يجيب فلوس الفلاحة اسكت خلينا نتكلم اسكت ما تدريش على الحكاية 500 فلاح في 200000 قداش يجوا هذا لا كاميون الشعير يجيب فلوس النحت وما يعطوكش الكميه اللي حاجتك به وين يمشي الشعير وين سؤال يطرح نفسه كما كان يقول لك وين يمشي يا الله اعلم وين يمشي الجمعيه يربوا فيه شكون يحاسب يربوا فيه الجمعيه شكون يحاسب فيها احنا تو كي يجي الشعير الجمعيه شكون يحاسبها شكون يحاسب فيها المسؤول شكون يحاسب شكون باش نكلموا شكون باش نكلموا شكون باش نكلموا يا ديك ربي شوف احنا اكثرش من السلطه من المعتمدين هنا مشي للمعتمدين وحكينا في الموضوع هذا نحو الاول صار مسؤول نحو ثاني نفس الكار قاعد نفس دي تعرف انت وفلاح يبدلوك يجي الاخر في بلاصتك نفسه ديت البلاصه هذه جاش نهار الوالي جيش نهار المعتمد يدور يشوف جيش الويلي ما نعرفوش الويلي يشد للولاية ومغادي الغادي اللي بدلوها جيش مرة ويلي ما يجيكش بر المندوب يجي ويقول بياسر فليش مزروع فليش ما يدريش عليه جملة ما يعلم بشيء هذه أملاك دولة ما يعلم بشيء يضرب في الشهر ويلاقي في الدار ما يعلم شيء شيء حتى مسؤول ما يعلم بيش مش مزروع امشي شوف أملاك الدولة شبيها مش مزروع وانت تمشي تقول له هات خلينا نخدم يقول لك ليه مشيت انت تي صبينا مطالب نمشي المعتمديه المعتمديه كي تمشي المعتمديه يقول لك بره ويعطيه يقول لك حاجتين بعد يكلموك هو في البيرو كليماتيزير كهرباء يطلع فيها كليماتيزير نحن ناكل فينا الشيلي وعايشين هكاك نخدم انا نخدم واحد من الناس عندي جمعه نحب ناخذ كيلو علوش ما لميتوش حق كيلو علوش كيلو علوش ب 50000 قداش مش سمش زرقاء عايشين على وش سمش كل جيب دكتيلي اي مسؤول تلقى جيب دكتيلي يتفرج يقول لك شخويا ايش دخلني تمشي نقول هذا 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 هذ مش نداء اللي لازم كل واحد يصلح من جيرته انت جد عليك تصلح البلاد انت تحكي بالحق لو انت معناه صورتنا تو جيت لازم بسيس نتاع لا باش ربي بالحق والله بالحق لازم بس انا امل تحكي علي انا والامل بالحق انت تو كي صورت وعملت هذه كل واحد معناه غدوه الحي يصلحونا الدوله غدوه الحي باش يصلح معناها غدوه يجينا الوالي معناه في الوالي يجيك مره في العام ويقول كلمتين وبعد ما عاش الرب شكون باش يجيك
المسؤولين ما يخدموش، ما حاجش تمشي الخدمه، رافضين تماما الخدمه لهنا. والله الا خلطنا ودعمي، انا جيت باش ناخذ طرف الحم، راسي راس العزوزه ما جيت باش ناخذها، من الدار ماهيش مبنيه، معناها ظروف ظروف على الاخر. ما نحكي لكش انا جيتكم تو، كان هذاك بربي توش تصوروا لي الدويره ثماش ما يبنوه، ثماش يبنوا لي الجمعيه الدويره ولا اللي. مشكلتنا ماهيش في الماك، مشكلتنا ماهيش في اللبس. هذا فيش مشكلتنا نحن اصلا، نحن نحبهم يعاملونا كاين بالحق عبيد، نحسوا رانا بالحق مواطنين، نحسوا الواحد تابعين للبلاد هذه. انا مانيش تابعين هالبلاد، راه يكذبوا، راه بالحق، راه بالحق نعرفوا احنا وقتاش تحقونا وقتاش عيطونا. عام عسكر يجيك المعتمد يولي يعرف داركم ويجيك حتى الباب الدار، واضح خلاف عام العسكر. احنا عباره عساس عليه بر بالحق، بر امشي للجازرنيت وشوف شكون يعدي في عام العسكر، تلقي شويه ولد فلان يعدي ما احنا يهزونا. احنا اعطيناها عامين، الدوله اعطيتها عامين، انا من عمري اش عوضت لي؟ اعطيتها عامين، انا دخلت 2010 كملت 2012 ثوره واحد، الدوله عيطت لنا كان حاجتنا بينا كان في العسكر. كاو كي تصير مصيبه يقول لك ايه انت ولد بلادي هذا دافع عليه، احنا ماناش تابعين هالبلاد يا ولد. مسؤول اختار قيس سعيد، كان مش قيس سعيد ثم خدمه مش قيس سعيد تونس، انت في ذات القمح بتاع تونس ناكلوا فيها احنا، يودي يكذب علينا رامي صدر في جيبونا في ترويجه مشوي هاي برك الغلمة يعلفوا فينا في الحاجه اللي ما ادري. خرج قيس سعيد لبلاصه باش يحيى، والمسؤول فست المسؤول مش هنا، احنا عندنا بحيره مشيت عليها هذه نزل 1500 عود زيتون، 1500 عود زيتون وقلت فيهم 11 الستين بتاع الباب قداش يجيبوا فيها 60 5000 متر تجيبها سيدي ب 75000 80000 خدام بواحد كلف 80 دينار تسقي لك 40 عود. بحيره بحذينا بحيره اش عملوا؟ جو سطره وماشي يجي عليها مسؤولين بتاع الفلاح ماشيين جايين ماشيين جايين كايل ومن هكا دار ومن هكا، وفي الاخر قال ما عندناش فلوس ما عندناش باش نخدمه. فما حاجه تشوفها في البلاد 10 سنين اخرين وتذكر البلاد هذي عباد الكل باش تحرق تتعبى بالوصفات ويعيشوا على الرواح. ولا البحيره هذه هي لو حال البلاد راهم يكذبوا علينا. يا ودي ما فماش تسليح يكذبوا ماشي وطاهب. يا ودي انا مؤسف على شنو؟ ما حشناش بها البلاد ياخذها ياخذها ما حشناش بها سيبونا خلينا نمشوا يخوذها البلاد يا اخي انت ما هو عندك انت عندك العباد اللي تخدم وموظفها تخدم سيبنا نحن سيبنا البحر خلينا نمشوا على الرواح. شو تعمل بين انت هنا دفننا يا تهزنا للحبس يا تخلينا نعيشوا هكا مهمشين معناها كل واحد عباره ترى كلاب عايشه خير منا. ثلاثة شهور سيدي نص سكار كل يوم تجيب في ثلاثة أربعة من الناس مهندسين كايل ودار ومن هكا كايل لا راس معك قالوا هذه سي باش تعملها بحيرة لهنا على أساس باش يسقوا منها راه قريبة في وسط المنطقة باش يسقوا من الفلاحة هذا الفلاحة 20000 فلاح عنده زيتون تم عندي واحد ولد عمي عنده 6000 عود تم حذايا تباع ويسكن بورشفير هو وعنده 6000 عود ما يجيش باش يسقي هاو اشترى 100 علاش مربوط بالبحيره ذي البحيره اللي خلطت سيدي عطلوا فيه مشي للقروين قال برا مشي وزاره الفلاحه عند سسمو ما قابلناش وخلاص ما وريناش ليه وجه تمشي يسال يقول لك مش هنا تسال يقول لك مش هنا هذيك دي برا شوفوا العباد كيفاش عايشه دي غير العباد هكاك دور وبرا العباد جهامه تمشي احنا عباره شات وفات وما خذينها ران شنو اخي وقعت في البير وحاسبه انا فما الوالي الوالي يجينا هنا الوالي كي يبدا خارج يخرجوا له 40 كهرباء نتاع حاكم عليه شنو معليه وشنو اسمها هيبة الدولة هيبة الدولة والله هيبة الدولة صحيح تي 40 كهرباء هذوك مازوت اللي صرفوه وكل هاي الامان اللي عملوا الكل كان عطوه المواطن راه بنى له دار